النادي الأهلي التاريخ والخبرة في لقاء اليوم. يرجع لدورها إلى المدرجات للتشجيع، ركنية النادي الأهلي رأسية لكن إلى خارج الملعب. هذه أمامنا الكورة ومحاولة كانت من محمد نجيب، كان سجل في البطولة الماضية في مرمى تشيلسي الغاني، وفرصة ضيعة من النادي الأهلي. بص شوف سيد معوض وشوف محمد نجيب جاي زي الطلقة يسبق بالخطوة دي اللاعب مها موتسو. النادي الأهلي بقى الحلول من محمد نجيب، من وائل جمعة اللي عنده 4 أهداف أفريقية، وشوف ردة الفعل على الجهاز الفني. وأول فرصة انطلاقة محاولة مرور أحمد فتحي، يعدي بالأول يعدي بالثاني، سيناريو حلو قوي أحمد عبد الظاهر، وأدي أمامنا الرقابة من جانب لكي ويلعبها عرضية خطيرة. يلا جول يلا جول يلا جول، ضاعت عبد الله السعيد. يعني هي حلوة من الأول، هي حلوة عبد الله السعيد خايف من التسلل ما قدرش يسبق أكتر من كده وتضيع الفرصة الثانية. بص شوف أحمد فتحي يزيد من وسط الملعب يحتفل بعيد ميلاده، عدى حلو قوي من لكي، يلعب الكرة الجميلة لعبد الله السعيد. وعبد الله السعيد اللي كان هيخلينا النهاردة في عيد يضيع، ده كان الراجل اختفى. أدي أمامنا مسيرة خطرة جدا، انفراد وممكن هدف. سليفي عظيم يا سليفي عظيم. أحمد نجيب الكرة العرضية اللي عملها له يعني بشكل جميل سيد معوض. أدي نجيب يتقدم إلى أحمد عبد الظاهر، البحث عن إحراز أول هدف في اللقاء. يا ولد يا احمد عبد الظاهر امامنا اهو، احمد عبد الظاهر يسدد كره قويه في الدقيقه 22 في هذه المباراه النهائيه. ادي امامنا القناص لكن المره دي ليس داخل منطقه الجزاء، يطلع من بره يجرب حظه في واحده من بره وينقذها الحارس المرمى. الحارس سينزو على طول يتالق في هذه الكره في هذه اللقطه زي ما تالق، لكن شريف شال واحده اصعب. ادي امامنا الفرصه، شوف شريف اكرامي، شوف شريف اكرامي تصدى ازاي لهذه الفرصة الخطيرة اللي ضاعت من جانب اللاعب سيجو ليلا في هذه. وحائط مثلي شريف إكرامي، خلي بالنا من التركات اللي بتتعمل في هذه الكرات، تتصلح على طول وتسديدة قوية جدا لكن بعيدة إلى خارج الملعب. هذه الصراعات القوية، عبد الله السعيد مع اللاعب مطلبة، كرة هنا ولمسة اليد لكن يعني البعض يقول متعمدة غير متعمدة. دخول أي هدف إن شاء الله في مرمى النادي الأهلي مهمة للاحتفاظ على الأقل حتى بالتعادل، وتسديدة من جانب اللاعب أمامنا اللاعب مطلبة، ولكن على طول الكرة في إيد الحارس شريف إكرامي. مطلبة مطلبة خطير، مطلبة سدد من كل المسافات تسديد البعيد، أحد حلول هذا الفريق. هجمات المرتدة اللي بيشوف باسيلا، التسديدات البعيدة، شوف كرة من مطلبة قوية جدا. مطلبة صاحب هدف في مباراة الذهاب ما بين الفريقين، الهدف اللي جه بقى يعني في الوقت المحتسب بدل الضغط. التركيز مهم قوي، المباراة 90 دقيقة، لعيبة النادي الأهلي في المباراة السابقة يعني لعبوا ال 90 دقيقة ولكن فقدوا ولو للحظة كده التركيز. إنذار وائل جمعة، وشريف عبد الفضيل هو اللي خد الانذار وائل جمعه هنا بدوره كقائد. لوك يعني تسديدات بعيده، ادي امامنا هنا شريف مع اللاعب كلاتي، شوف كلاتي هي جامده وقويه، يلحق كلاتي امامنا. هنا بقى النادي الاهلي لازم يمسك كوره، شريف اكرامي خطيره يا شريف، خطيره يا شريف، لكن الحمد لله سيجو ليلى، سيجو ليلى يعني الامور لا تسير مع سيجو ليلى، وتعدي بقى عدي الليله يا سيجو ليلى، عدي الليله يا سيجو ليلى. ادي امامنا سيجو ليلى، شوف بقى هنا الكوره، شريف اكرامي تردد في الخروج ياتي دون رقابه، يعني معهوش حد خالص. فينك يا شريف؟ فين وائل جمعه؟ فين دفاع النادي الاهلي؟ سيجو ليلى يضيع فرصه كبيره جدا، لان سيجو ليلى يعني اغلق عينيه وشوف امامنا المشجعه يعني جنوب افريقيه، فرصة كبيرة قوي ضايعة للفريق الخطير. نحذر هذا الفريق خطير. حكم اللقاء قبل المباراة، اجتماع بقى الفني اللي قبل المباراة. كرة عالية النادي الأهلي، الأهلي الرياضة المحبين، الهدف الأول إن شاء الله. يا راجل خلص 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 يا أحمد عبد الظاهر. يعني مباراة القادمة إن شاء الله مع غانا، وبرادلي يعني يستعد بهذه اللحظات إعلان نهاية الشوط الأول هنا في ملعب البقولين العرب، ملعب عثمان احمد عثمان. التعادل السلبي وفي اشتباك ما بين اللاعبين، وامامنا هنا يتدخل وائل جمعه. احمد فتحي انت من النجوم، ما حدش اللي رفضك احمد يا فتحي. النادي الاهلي الشوط الاول كان في هذا الشوط، جماهير حاضره، جماهير تشجع بوعي داخل الملعب، بعض الشماريخ بعض النادي الاهلي ومع الكره المصريه. امامنا هنا بنتابع تمريره حلوه قوي، وليد سليمان يا ولد يا سيد، النفاسه سيد معوض، ينطلق سيد يشيل كره يا سيد، شيل يا سيد، لكن ترجع وادي وليد، وليد ياخدها على عبها، وليد ياخدها على عبها، ولكن كره من وليد سليمان الى خارج الملعب. في نوع من التوتر شويه عند لاعبي النادي الاهلي
في نوع من يعني الضغط النفسي والعصبي. ممكن حضور الجماهير النهارده يكون عامل سلبي، ممكن يكون عامل سلبي، لكن الجماهير حتى الان بتشجع وبوعي وبوعي كبير جدا. ادي تسديده اللاعب وليد سليمان، وليد عايز يلفها، وليد حط يعني هذا الموسم. حرك احمد عبد الظاهر، ترجع الى حسام عاشور وسط الملعب. شريف عبد الفضيل خلي بالنا من الكرات دي اللي بترجع خطره. شريف اكرامي خلي بالك يا عبد الفضيل. حقيقي الحلم الاهلي بدا لقاءاته امامنا يعني براعه شريف اكرامي هنا، توقع الخطا من شريف عبد الفضيل. 1-1 مع سان داونز. شفنا الليزر النهارده الموجود بقوه. ادي امامنا لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي ابو تريكه. يلا يا راجل، جماهيرك يا ابو تريكه، فرح المصريين يا ابو تريكه. ادي امامنا الكوره، شوف النادي الاهلي بقى نقلوها ومرروا الكوره، وادي الكوره عبد الله يسدد. وابو تريكه الكوره بتحبه، الكوره بتكافئه دائما وابدا. هو الرجل الذي ياتي بالحظوظ وبال يعني الالقاب اللي بتاتي من خلال بقى لمسات، نفحات، امنيات، هي نيات لهذا النجم الكبير محمد ابو تريكه. بص شوف عبد الله السعيد، وشوف بقى هنا الكرة التقطها، التقطها وعملها. يا ولد يا ولد يا لعيب، لمسة فنان بإحساس من تبت الأهلي، تبت الحظ الأهلوية. يأتي أبو تريكة بأول أهداف المباراة مع انطلاقة، مع يعني فرحة أهلوية، مع التزام إن شاء الله في مدرجات الملعب. هدف في الدقيقة 54 في وسط الملعب. التحضير، الاستلام على طول جانب اللاعب كلاتي، خطر كلاتي، ولكن شريف اكرامي سليمان. هذه التسديده من جانب اللاعب كلاتي، شريف اكرامي على مرتين، تسديده من جانب اللاعب كلاتي 28 سنه بالطائره. ادي امامنا انطلاقه خطيره جدا، الكرات اللي في العمق خطره. خلي بالك يا شريف، خلي بالك يا شريف، الحمد لله يضيع باسيلا. شوف الكره بقى اللي في العمق، وانفراد ضايع من باسيلا، وكره خطره جدا. يا شريف يا اكرامي، يا شريف يا اكرامي. ادي امامنا شريف يطلع في الاولى، يعدي منه باسيلا، والكره بقى ايه، شوف اتلعبت ازاي، ضغطوا علينا اهو واتمررت. كره خطره جدا من جانب اللاعب رقم 11 بييني. وادي امامنا الكره اللي يعني ايه تحف كده في العارضه وتروح الى سيجو ليلى، وسيجو ليلى. وادي امامنا وزير الرياضه الكابتن طاهر ابو زيد امامنا اهو بقى بالاحساس الاهلاوي يعني اهو. شوف هنا بقى المشاعر وجمال علام. وادي الكره البينيه خلف وائل جمعه وخلف محمد نجيب. يطلع شريف، برافو يا شريف، عطله شويه، كعبله شويه، باسيلا يلعب، وكره باسيلا هتحف في العرض. تريكا الهدف الخامس ليه في هذه البطوله، 5 اهداف للنجم ابو تريكا، يحمزها حلوه قوي. وادي عبد الظاهر، يا عبد الظاهر، يا عبد الظاهر، خلص يا عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر امامنا هنا، ادي امامنا شاط الارض احمد عبد الظاهر. شوف بقى الضغط والتوتر، وشوف بقى ده ضغط، ده ضغط عصب. شوف اللمسه الحلوه المره دي يا ولد، الكره ملموسه حلوه قوي من عبد الله السعيد. وامامنا هنا التحرك الجميل ده، ابو تريكه والله اللي لمس، ابو تريكه اللي عمل اللمسه، يدي هديه لعبد الظاهر. عبد الظاهر يعني مش عايز يسجل في هذه الليله، الكره يلطش اهي. ادي احمد شديد، احمد شديد يحاول، احمد شديد. ادي امامنا الكره، احمد شديد يلعب عرضيه حلوه وانتظرها عبد الله السعيد، استلم حلوه عبد الله، والدعم من احمد فتحي، وتسديده، والجول الثاني. يا ولد يا ولد يا ولد، احمد عبد الظاهر، احمد عبد الظاهر، والظاهر اللقب اهلاوي، احمد عبد الظاهر يعلنها حمراء، والهدف الثاني في الدقيقه 78. احمد عبد الظاهر، شفنا الكوره من شديد لعبد الله السعيد لاحمد فتحي لاحمد عبد الظاهر. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي يجيب الهدف الثاني، هدف لابو تريكه في الدقيقه 54، وهدف لعبد الظاهر في الدقيقه 78. لا تقول لي اورلاندو، ولا تقول لي كايزر تشيفز، ولا تقول لي مازيمبي، ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي هنا، الاهلي هنا يا ساده، الاهلي هنا يا ساده، يفعلها في هذه اللحظات. عبد الظاهر يسجل 3 اهدافه في هذه المسابقه. ادي امامنا عبد الظاهر، لكن بص شوف، بص شوف عبد الله السعيد، لا احمد فتحي، وعبد الظاهر استخدم بقى ايه، استخدم العقل، غش
غشها من ابو تريكه، مش مهم، المهم المحصله اهلاويه. بص شوف عبد الله السعيد، احمد فتحي ومستنيها مستنيها، والسنده بقى من لمسه واحده. يا ولد يا ولد يا قناص يا احمد عبد الظاهر، اتلغى لك هدف في مباراه الذهاب، النهارده بقى سجلت وتسجل عشان تولع الملعب وتسعد هذه الجماهير. الاهلي يلعب في كاس وياتي باللقب، حتى الان 2 لا شيء، وامامنا السعاده. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك يا شريف عظيم، يشيل كوره من جانب اللاعب اللي كان منفرد، يتوج ان شاء الله بعد لحظات بلقبه الثامن في هذه البطوله. شريف عبد الفضيل، خلي بالك يا شريف، عندك انذار يا شريف، عندك انذار يا شريف في الشوط الاول بدايه 32، يعني مندفع قوي شريف. وهيلعب الاهلي بقى ب10 لاعبين بعد طرد شريف عبد الفضيل بالانذار الثاني في الدقيقه 83. 7 دقائق متبقيه، واندفاع نفس اللاعب نفس الكوره، يعني بالكربون نفس الخطا. مش معقول يا شريف عبد الفضيل بقى، مش معقول للوقت المتبقي، لسه متبقي حوالي 7 دقائق ونص. وشوف بقى الالتحام في كره في وسط الملعب، في كره ميته. الكره الثانيه ايضا اتحضرت من عبد الله السعيد لاحمد فتحي، وبرده خدها في السكه احمد عبد الظاهر. هدف ضائع ان شاء الله، كره الى خارج الملعب، وفرصه كبيره جدا بتضيع من جانب الفريق الجنوب افريقي فريق نادي اورلاندو. غير بقى ال1.5 مليون اللي ان شاء الله في البطوله، مع امكانيه الوصول الى مبالغ 5 مليون لو فاز بالبطوله. ادي امامنا بنتابع عبد الله السعيد، عبد الله كره حلوه حلوه من عبد الله السعيد، كان على ميونخ في مباراة هتكون يوم 17 إن شاء الله في أجدير، المباراة الأولى أيضا في أجدير النادي الأهلي. أدي أمالنا متعب، استلام، يلا يا متعب يلا يا متعب يلا يا متعب يلا يا متعب، لكن يضيع متعب. النادي الأهلي الأهلي هو البطل، الأهلي إلى كأس العالم للأندية، الأهلي دائما وأبدا يسعد الجماهير. بالفعل هو سر دائما من أسرار كرة القدم المصرية، الأهلي وجماعية الأهلي، فريق متكامل، منظومة متكاملة، مجلس إدارة متميز. حقيقة يأتي الأهلي دائما بالأفراح والسعادة، حق هذه الجماهير أن تفرح، حق هذا النجم الكبير أن يلقى التحية، يتلقى القبولات. الكل يحب أبو تريكة، الكل يحب الأهلي، مين ما يحبش الأهلي في هذه الليلة؟ كلنا كلنا أهلي في هذه الليلة. أدي أمامنا ملعب المقاولون، إذا الأهلي يحتفظ باللقب واللقب الثامن، أرقام قياسية مستمرة في عرض مستمر أهلاوي من أجل الألقاب من أجل البطولات. ما زلنا في ملعب المقاولون العرب، لأن بالفعل هذه اللحظات هي أسعد اللحظات، هي أجمل اللحظات لكرة القدم المصرية. الأهلي يعيد السمعة للكرة المصرية، الأهلي يتوج بطلا في هذه الليلة. نجوم الأهلي بالفعل كانوا عند حسن الظن، بالفعل أسعدوا الجماهير. اطلق شماريخك، ولع الملعب ولع الملعب.